يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. طبعا العناية بجمال وشباب جلد اليدين أمر ضروري، بيكون مثل السحر لأنهم مثلهم مثل الوجه معرضين للتقدم بالعمر. يمكن أكثر حاجة للعناية لأنهم بيتعرضوا يوميا للمواد الكيميائية القاسية، المطهرات، المعقمات، الشيء اللي بيأثر على جلد اليدين وممكن يؤدي للتصبغات ويصير الجلد رقيق، يظهر عليه علامات التقدم بسرعة كبيرة. يسعد صباحك دكتورة إيناس. المعروف أنه اليدين بتعكس عمر الشخص. أنا ما حوريك هلا إيدي. شو هي العلامات الأولى اللي بتأشر أنه هذا اليدين خلاص يحتاجوا تريتمنت، يحتاجوا عناية أكبر؟ يمكن أول شيء بنشوفه على اليدين هو الجفاف. هلأ خاصة مع الكورونا الناس كتير صارت تستخدم مطهرات ومعقمات للإيدين، صرنا نشوف جفاف شديد باليدين أحيانا حتى يوصل للأكزيما مع احمرار، والإيدين فعلا تبين أكبر لأنه الجفاف بيعملنا تجاعيد، بيعملنا قشور باليدين، وأحيانا بعد فترة ممكن هذا الاحمرار يتطور ويصير تصبغات. فهيدي بتكون مؤشر أنه نحن لازم نبلش نهتم أكثر. ممكن هذا الاهتمام يكون شيء منزلي نحن نستخدمه أو شيء ثاني. طبعا مع التقدم بالعمر والتعرض لأشعة الشمس، ومعظمنا بيهتم كثير بوجهه وبيحط كريمات للبشرة، ولكن حكما بننسى ايدينا، اللي بيصير انه جلد اليدين بيصير رقيق كثير. طيب دكتورة، شو هو الروتين اليومي اللي لازم انا ابتدي به قبل ما افكر اني الجأ للتجميل، سواء من خلال ابر النضارة، ابر الفيلرز والتريتمنتس الثانية؟ هلا اول نقطة لليدين اهم شيء هو الترطيب. حتى لو ما كان عندنا مشكلة، بشكل يومي لما بنغسل ايدينا بالصابون بعد ما بننشف منيح المي، ودائما ما لازم نخلي اثر للمي على الايدين لان هي بتزيد الجفاف على عكس ما الناس بتصير، لانه وجود المي على سطح اليدين بخليها جافه من جوا اكثر. لانه بنفكر مثل ما بنشرب مي، يعني ايدينا اذا فيها مي يعني كويس انها بتغذيها. المي بدنا اياه من جوا مو من برا. فلما بيكون المي على سطح الجلد هو بيسحب المي الموجود جوا وبيزيد من جفاف اليدين وتخريشها. طيب هلا رح نحكي عن الاشياء التجميليه، فانا حابه انه نشوف كليب بسيط لشغلك طبعا، وبنرجع نحكي اكثر. طبعا شفنا من خلال الكليب ابر نضاره وايضا حقن فيلرز، متى بنحتاج لابر النضاره وشو النتائج اللي ممكن تعطينا؟ نعم، ابر النضاره اكثر شيء بنحتاجها لما بيكون في عندنا جفاف شديد باليدين، ادى لانه تصير في تجاعيد، التجاعيد خاصه على الاصابع بتعطي منظر كثير كبير بالعمر لليدين، فابر النضاره هي عباره عن هيالورونيك اسيد مخفف لحتى يعطي بس ترطيب داخلي لليدين، كونه نحن بنحقنها بالجلد فهذا بيسحب المي اكثر وبيخلي البشره من جوا رطبه، فنحن صرنا كثير نستخدمها بشكل شائع لليدين خاصه منطقه الاصابع اللي نحن ما بنفضل كثير نحقن فيها فيلر قوي مشان ما حدا بيحب يتخن اصبعته يعني. اكيد فبتعطينا ترطيب وحتى الجلد لونه ببين افتح للاشخاص المتصبغه بشرتهم من اشعه الشمس. جميل. طب دكتوره، لما بنلجا لابر الفيلرز وعندنا خيار ثاني اللي هو الليزر، في اي الحالات اللي ممكن انا استفاد منهم، وهل في فرق كبير بين الاثنين؟ هلا هي كل حاله لها علاج مختلف. هلا لما بيكون عندنا جلد اليدين كثير رقيق والاوتار والعروق بارزه، فنحن حكما بحاجه للفيلر لحتى نعبي هذا الفراغ، نعطي امتلاء لليدين. حتى الفيلر اللي نحن مستخدم لليدين اكثر شيء هو فيلر الكالسيوم او الرادياس. هذا الفيلر غير انه بيعطي حجم وفوليوم، بحفز تصنيع الكولاجين، هو بيعمل تحفيز للجلد فبيخلي الجلد اسمك. اما الليزر اكثر شيء بنلجأ له لحالات اللي فيها تصبغات، نحن الاشخاص اللي بيتعرضوا دائما للشمس، خاصة إذا جلد فاتح بصير عنده مثل الشامات الشمسية، نقط بنية. صحيح. على كل الإيدين. طيب أنا حابة أجرب على الهواء برغم أعطيك الإيد اللي أنا ما بحبها، كنت فكرة حتكون من هالسايد، فجربت حطيت كريم هات هون، حعطيك هاي الإيد، خبري شو رح نعمل. هلأ نحن رح نعمله هلأ لإلك هو تقشير خفيف لليدين. أوكي. مشان نجدد الجلد والبشرة فيها ونعطيها تفتيح بسيط. أوكي. ما بيكون عندها يعني ما في ألم تقشير أو أي شيء؟ لا أبدا. أوكي. هذا التقشير كثير بسيط. ليش؟ لأنه نحن
دائما ايدينا برا ومعرضين للمواد الكيماويه، فما بنفضل التقشير القوي كثير، وحتى لو التقشير البسيط بيحتاج جلسات اكثر، لكن على الاقل ما بياثر على حياتنا. يعني اكيد في اشخاص بيكون عندهم العروق، بيكون عندهم مثلا الاوتار بارزه بشكل كبير، بيناسبهم التقشير ولا لا؟ يفضل انهم يلجأوا للابر النضاره او للفيلر؟ الفيلر غالبا لما بيكون في عندنا العروق بارزه، فهو الفيلر بدنا شيء يغطي هاي العروق ويعطي فوليوم للايدين. تقشير اكثر شيء بصراحه نحن بنلجأ له للاشخاص اللي ايدهم بتصير اغمق من جسمهم. انا اكثر شيء بياخذ لون مثلا اذا رحت على البحر ايدي ورجولي، مش فاهمه ليش، يعني اكثر من يعني من وجهي او اي منطقه ثانيه. ممكن لانه الايدين والرجلين هم منطقتين معرضين دائما يوميا لاشعه الشمس، ونحن لما بنعرضهم لجرعه زائده فبتكون مثل مستعده لحتى تتصبغ اسرع. هذا بس التنظيف والتعقيم ولا لا؟ هذا المقشر. اوكي هذا المقشر. أوكي. هلا بدنا نخليه شي دقيقتين، وخلال هالدقيقتين بنحكي شوي. ايدي حتطلع بيضة، حتطلع ايدي بيضة بعدين. ايه طبعا، هلا هو ما فورا النتيجه، بتبلشي تحسيها شوي احسن. أوكي. بس خلال الايام الجايه بتصير البشره والجلد مشدود اكثر، التجاعيد الخفيفه الصغيره بتختفي، واللون نوعا ما افتح. طب بالنسبه للاشخاص اللي مثلا بيسوقوا سياره، بيتعرضوا للشمس بشكل يومي، شو الروتين اليومي اللي ممكن يلجأوا له، او النصائح اللي ممكن تنصحيهم لحتى يتفادوا التصبغات ويتفادوا ايضا انه الجلد يصير كبير بالسن بعمر صغير؟ طيب هلا هنن اشيع شيء بيلاحظوا انه ايدهم بتبين اغمق حتى من بقيه الايد، او حتى من بقيه الوجه بتكون لونها غامق كثير وجاف الجلد عليها ومتجعد كثير. انا بنصح ان اهم شيء الترطيب، يكون ترطيب عميق ويومي ودائم، يعني خلوا المرطب معهم، مرطب اليدين. طبعا هذا المرطب ممكن يكون فيه سيرامايد، ممكن يكون فيه فيتامين اي، واذا كانت البشره جافه كثير ممكن يكون فيه يوريا. اليوريا هي بتنعم الجلد وبتخليه يصير املس. غير هيك بدنا نحط كريم شمسي، كلياتنا بنحط كريم شمسي على وجهنا وعلى بشرتنا وبننسى ايدينا، مع انه ايدينا مثل الوجه معرضه يوميا. وغير هيك كمان في عندنا المواد الكيماويه من الصوابين، فدائما نتذكر نحط واقي شمسي على ايدينا. ممكن هلا طبعا رح احط لك واقي شمسي مع مرطب مشان نسهل الصفحه، بس اكيد حنعمل الايد الثانيه عشان ما فيني اروح بايد طبعا ايد مقشره وايد لا، ممكن نشوف الفرق بعدين. يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا دكتوره ايناس. هدى انا بعرف انك ما شاء الله عليك ما في تريتمنت منك مسويتيه للوجه، شو اقبل ايدي صراحه يدي ما سويت لها يعني تريتمنت، فعندي شويه يعني اللون هنا غامق، بس بنشوف نجرب تريتمنت اللي انت سويتيه. انا حجرب النتيجه وبخبرك. اكيد هالمره انا المستشاره. يعطيك الف عافيه.